ورجعنا لكم تاني في أجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى، ومكملين كلامنا عن الخناقات الطفولية بين الأولاد. دي مش طفولية قوي، ده بيبقى فيها والله حاجات ما يعلم بها ربنا. يلا احنا لسه هنتكلم. بص بقى دكتور، على أنواع والحدود. في نوع مهم جدا من أنواع الخناقات، وهو اللي ليه علاقة بالملكية. بص ما يعني اسمح لي يعني اسمح لي أفضفض شوية. أكيد. ما هو أنا مش بشتغل في الشهر العقاري. أيوة عشان اقعد اعمل ورق وحجج في البيت ان دي اللعبه بتاعت ياسين ودي اللعبه بتاعت ليلى ودي مش عارفه بتاعت مين. يعني كده كده احنا تعودنا، مع ان انا مش فاكره اكيد وانا صغيره كنت بعمل انيال منهم يعني. بس كانت لعبنا كلنا في اوضه الاطفال في بوكس كبير او صندوق كبير فيه اللعب وبنلعب. ساعات ممكن نشبط في لعبه، بس الجيل ده لعبه معقده وحاجته مختلفه، واللي عنده ده عنده تابلت وده عنده مش عارفه ايه، وده بيلعب لعبه على البلاي ستيشن، ده بيلعب لعبه ثانيه، وتلاقي ان الموضوع انا مش فاهمه. افهمهم الكونسبت بتاع او المبدا بتاع الشيرنج، او ان المشاركه، ان كل حاجه زي ما الامهات بقت على لسانها كلمه شيرنج دي على طول في البيوت، ان لازم نشير حاجتنا مع بعض، ولا كل واحد لازم يحترم خصوصيه وملكيه الاخر؟ طيب، هو اولا كلمه شيرنج مش لازم تبقى هي كلمه بتستخدم كتير. لا ما بتستخدمها قوي زي دي. كلمه تقول سوري يعني، عارفه اللي هو بتفقد معناها، تدفع لعمه حبيبي اللي هو في حاجات كده لما بنقولها بلا وعي او بنقولها بابتزال، يعني ابتزال اللي هو كثرة الاستخدام، يعني مش حاجة وحشة طبعا. اولا هل صح ان احنا نشجع فكرة الشيرينج ولا لا؟ الاجابة ايوة، بس بشكل معين. ايه هو فكرة الشيرينج؟ في الحاجات ذات الملكية المشتركة والتي يمكن استخدامها من اكتر من حد. جميل. وعشان كده انا بقولك لو بدأنا بموضوع اللعب مرورا بقى ان احنا هنكبر بعد كده ونتكلم عن اللبس وبتاع، ايه المانع ان احنا نعمل توضيح كبير قوي ان دي حاجة ليلى، دي حاجة ياسين. اسمحي لي يعني انا بستخدم ليلى وياسين عشان انت اللي يا سلام جت على النهاردة. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. احنا مفضوحين من بدري. وفي الحاجة بقى اللي في النص دي، الصندوق اللي في النص ده هو الحاجات المشتركة، تمام، اللي هي يا إما أنتي وباباهم جايبينها من الأول علشان هما الاثنين يستخدموها من الأول، إنها سوا من الأول. أنا مش هجيبها إلا عشان أنتوا الاثنين تستخدموها، دي مش بتاعة حد، أنا استخدمها باباكو يستخدمها، ممكن نقعد نلعب بيها احنا كمان ولا حد له دعوة، دي بتاعة الإيه؟ بتاعتنا كلنا، بتاعة البيت يعني. خلاص. أو ودي طبعا حاجة في منتهى الصعوبة لأن الأطفال بيغيروا رأيهم زي ما لسه بقولك، إنه ممكن حد منهم نقول طيب إيه رأيك ان انت من حاجتك يا ياسين اختار حاجة ممكن ان احنا نحطها في المكان الان بتوين ده او في المكان اللي هو في النص، فهمتي قصدي؟ وانت يا ليلى اختاري حاجة. هنا احنا بنعلمهم مبدأين مهمين قوي، مبدأ فكرة المشاركة الموزونة او المنضبطة، لان مش اي حاجة هتحصل، لان بعد كده بقى بيبقى فيه مشكلة مثلا في المدارس وفي الحاجات، ان بيبقى الطفل مش عايز يشارك زملائه في اي حاجة، واحيانا العكس، احيانا الاطفال بتبقى فاهمة ان كل حاجة العيال اللي معاهم مثلا مباح. مباحة. طب سؤالي يا دكتور، هو من حق ابني او بنتي ان هم يقولوا لا انا مش عايز اشير الحاجة دي؟ طبعا. وانا تقبل ان هو بيقول لي انا مش عايز العب مع اخويا باللعبه دي، انا عايزها ليا لوحدي. طبعا طبعا. وعلى فكره بقى هو ده اساس فكره تجنب اسباب الخناقه. ما تفرضيش عليه انت رايي، انت مش هتعلميه المشاركه، لان المشاركه الحقيقه بقى مش في اللعب. المشاركه الحقيقيه في ان احنا نتكلم مع بعض، ان احنا نقعد مع بعض ناكل، نقعد مع بعض نحكي، نتفسح مع بعض، نلعب مع بعض وهكذا. انما مش فكره أفرض ان انت تتخلى عن ملكيتك الشخصيه لاثبات جداره ان انت عشان تبقى انت اخ كويس او اخت كويسه، فانا ماليش حاجه خاصه بيا. بالظبط كده. طيب خليني يا دكتور نطلع فاصل، والساعه الجايه ارجوك نتكلم في نقطه تانية، وهي بقى بعض الاطفال او الولاد بالذات لو احنا بنتكلم في سن اكبر، يعني ولادنا وصلوا الاعدادي الثانوي، كارت المشاركه ده بيبقى بمزاجه، يعني بيقنع اخوه او بيطلب من اخوه انه يشاركه حاجته، لكن هو مش عايز يشارك حاجته. ودي مشكله بتواجه امهات كتيره لاولادها في سن المراهقه فيما فوق، بالذات لما يبقوا بنتين وبيلبسوا سوا ولدين. صح. ولبس الكوره ومش عارفه ايه والحاجات. صح. دي بتتبدل مع. صح. بعض، بيبقى في طفل مش اذكى من التاني بس قادر يستغل الموضوع لمصلحته، والام ساعات بتلاحظ ده، بتبقى حاسه ان دي انانيه من الطفل. طبعا ده طبعا. هنجاوب ونحكي على القصه دي بس ان شاء الله الساعه الجايه معاكم. وبفكركم تاني رقم الاس ام اس 1909 وتليفون 2-18-10-866، والفان بيج بتاعتنا راديو 90 90 على الفيسبوك. فاصل ونرجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في اي حته.